إلى شرق أوكرانيا، حيث أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن قوات الاحتلال الروسية قصفت المواقع الأوكرانية في إقليم الدنباس 5 مرات منذ منتصف ليلة أمس، مستخدمة في 3 مرات منها الأسلحة الثقيلة. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن العدو قصف فجر اليوم المواقع الأوكرانية في بلدة سانتانا التي تبعد 10 كيلومترات فقط عن مدينة ماريوبول. أضاف المتحدث العسكري أن المسلحين استهدفوا بلدة نوفا ميخايلوفكا بالقرب من دنيتسك المحتلة، وذلك بالصواريخ المضادة للدبابات. كما أطلق العدو قذائف الهاون على المواقع الأوكرانية في بلدة نوفا لوهانسكي بالقرب من سفيتلادارسك. ولم تسفر الاعتداءات عن وقوع خسائر في صفوف القوات الأوكرانية.